لسه عارف دلوقتي. طب انت دلوقتي مش هتبقى لازم تروح تتمرن كوره؟ لا هتبقى صعبه لان انا ببقى ظابط نفسي على مواعيد الشغل. طب هتبقى وسط لما بنروح تمرين تحط رابع عمل ما بنروحش تمرين حته التجمعات. تمام. ساعه ونص هيوصلك من قدام القضاء للتجمعات نفسها. تمام. كلمه مجانيه طريقه كمان. لا خدمه كويس اكيد خدمه كويس. طالما لا حل كويس عشان الزحمه بس طالما هيبقى فيه بديل ليها طالما اتوجد البديل هتبقى حل كويس مش وحش. اسالني بقى تعليق على الميكروباصات اللي محطه الترجمان. هو طبعا نقل الميكروباصات الى محطه الترجمان طبعا ده بيعوق بحركه المواطن، انا شايف كمواطن اهو طبعا مشوار عليها اما نروح موقف الترجمان، المفروض الحكومه او المرور يخصص موقف بتوع المهندسين او بتوع بولاق لان دي موقف لحد موقف الترجمان هذا شيء صعب جدا. الخط الرابع لجراج التحرير واللي بينقل الناس من جراج التحرير مرورا بشارع رمسيس صورا لجراج الترجمان. ماشي هو حضرتك محافظ القاهره اعطى 5 اتوبيسات مجانيه لتوصيل المواطنين الى موقف الترجمان ولكن احنا مش شايفين هذه الاتوبيسات، احنا شايفين كلام على الورق فقط يعني، احنا لازم يكون المحافظ ينزل ويشوف على فين كلامه على ارض الواقع، كلامه بينفذ واحنا شايفين طبعا احنا ماشي اتمنى ان انا اشوفه انا الحقيقه انا مش شايف اما الناس واقفه كده وبتعطل مصالحها عشان نركب ميكروباص هذا شيء طبعا بيثير الريبه يعني. انا اتمنى من النظام الحالي وبتمنى من محافظ القاهره الدكتور جلال السعيد ان هو ينزل ويشوف لنا الميكروباصات دي فين، احنا صعب جدا نروح في عز الشمس لحد موقف الترجمان والناس واقفه اهي ومتعطلين على مصالحنا، لا هذا طبعا هذا في تخبط من قبل محافظ القاهره وبيقول لك في اتوبيسات، ولا احنا شايفين اتوبيسات ولا شايفين يحذرون، حضرتك انا نفسي الاستاذ يصور ان الناس كلها واقفه اهي ومنتظرين ميكروباصات واحنا مش ايه اللي يودينا موقف الترجمان، موقف الترجمان هيمثل علينا بالتعب والشمس طبعا الشمس طبعا احنا مش هنمشي في عز الشمس، اتمنى ان يعيد محافظ القاهره قراره والنائب المحافظ للمنطقه الجنوبيه بحيث ان احنا شايفين دلوقتي ان في تخبط واحنا كمواطنين منتظرين اي ميكروباص وما نشوف ما فيش اي ميكروباصات خالص.